أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 8 دقايق جديدة بفيديوهات مختلفة تاخد فكرة وتتعلم من أخطاء غيرك، وهنفضح الفاجر بما فيه ليحذره الناس، ونحاول نفهم بعض الحرامية إن في حاجة اسمها كاميرات مراقبة. يمكن لو ما بيخافش من ربنا يخاف من الكاميرات. في الفيديو ده هتشوف واحد حرامي جزم في جامع، وحرامي موتوسيكلات، لا دول حرامية موتوسيكلات، هو حرامي عجلة، واحد سرق عجلة، واتنين سرقوا موبايل، وواحد حرامي غسيل. اللي أغرب من ده كله هو الفيديو ده، لا واللي أغرب منه كمان الفيديو اللي بعده بتاع الكلب ده. انا بقول خلونا نبدا عشان ما نطولش عليكم، خلونا نبدا. لكن ما تنساش ان القناه دي دعم القناه الاساسيه، قربنا نوصل 200 الف مشترك، ساهموا فيها، الرابط اسفل الفيديو وخد فكره. خلونا نبدا. وصلي على رسولك يا الهي وعترته وصحبه ما ذكرت. اعزائي المشاهدين، اول فيديو بواحد بيسرق جزمه من مسجد، معرفش جزمة ولا كوتشي، طبعا بيبقى داخل مرتبك. اللحظات، الفيديو ده نسميه مثلا ايه؟ اللحظات اللي محدش بيشوفها غير ربنا. فكان مستور، كان مستور لان ربنا مش هيفضحه من اول مرة. طبعا بيعمل نفسه هبل كده وبيشمر كده كأنه واقف قدام الحنفية، يعني ده واقف بره في الشارع. لكن ده اسلوب الاستعباط والاستهبال عند اللصوص، يعدل في الحزام كده على اساس ان واحد داخل يصلي، فواحد تقي واقف هو بيدخل يصلي، ما اعرفش انه حرامي، خد الشبشب لا مؤاخذه حطه في البنطلون، وخد الفرده الثانيه وجي يلبس شبشبه وفكر ياخد حاجه شبهه كده، قال لك لا اخد شبشبي كفايه عليا الكوتشي ده، وهيمشي. هو ببص على الحاجة على مقاس ياخدها تاني مكان المعفن اللي في رجله، بس ما قال لك كفاية عليا واحد امشي. عند الله تجتمع الخصوم. اللي بعده بقى ده حرامي موتوسيكلات. هو كان رايح درس، متعرف كان رايح ايه، معاه شنطة اهو، راح أمن ورجع حط الشنطة بتاعته هنا عشان ما تخيلوش هناك أو هو بيجري، وراح بص على الموتوسيكل، بص على البوابة ما لقاش حد، قعد لقى المصوجر مقفول، بيأمن. طبعا انا مسرع الفيديو بشيل الحاجات السريعة، قطع مش عارف ايه اللي بيقطعها الميكانيكي او الكهربائي، وكسر الجدول ولف ومشي، محدش شافه غير ربنا وكاميرا المراقبة. هو لو يعرف ان في كاميرا مش هيسرق. دول اتنين شمامين، لا دول تلاتة شمامين، بصوا على المكنة ياه ورجعوا. طبعا هما مشوا حوالي دقيقة، بس أنا بقص الفراغات، وبرضه لفوا من الشارع ده دقيقة، وصلوا فوق خلصوا عند التاريخ ده من 2015. أيوه أنا بقص بقى الوقت عشان نخلص، يعني واحد واقف بموتوسيكل واتنين نزلوا، روح أنتوا اسرقوا وأنا هأمن لكم، هنبيعوه بألف جنيه، وتلاقيه بتاع عامل له بتاع 20,000 15,000، بلاش 15، ب10,000 أيامها يعني. مشي ماسكين ايد بعض، واحد ماشي بايد خطيبته، بصوا عليها، شبابيك مقفوله، بيبان مقفوله، بص في البوابه، فيش صوت، اللي قاعد جوه متخيل ان البتاع ده مقفول، لا ده صيني بيتكسر، ما كانش جنزير، لا ومعاه عده، يعني هما سياحين كده بيلفوا لفتين في البلد، قطعوها، حاسب في صوت هنتقفش. برضو في اللحظات دي محدش بيشوف غير ربنا وكاميرا المراقبة. لو ده هو دلوقتي مش خاف من ربنا، لكن كان ممكن يخاف من كاميرا المراقبة لو عارف ان هي هتفضحه كده. حسبي الله ونعم الوكيل. اللي بعده ده واحد ماشي في امان الله، فلقى مخزن مفتوح وفيه عجلة، فالشيطان قال له ايه؟ ما تسرقها يالا. قال له لا يا عم انا محترم. يا عم اسرقها انت ماشي، صاحبها اكيد غني. قال له يا عم بلاش. قال له لا اسرقها. قال له ماشي حاضر هسرقها. قام راجع بص شمال ويمين وقام ساحبها. انا قال لي خليني امشي، ما الحرام اهو، الحرام سهل، فيش اسهل منه، واركب وامشي ان شاء الله تعمل حادثه. وخلع اهو، تيجي بقى عربيه من الشمال كده هوب 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 فلت. اللي بعده ده واحد دخل محل موبايلات، صاحبه ما تعرف في الحمام، راح مشوار، ده دخل سلام عليكم محدش رد عليه،
بص شمال يمين مفيش حد، مفيش شبابيك مفيش حد، بص على الباترينا لا في موبايلات مفيش حد معايا، اهمال بقى اهمال. قام ساحب موبايل ومنقي من البعيد يعني الغالي وخلع. ده بقى حرامي ملابس، هو مش هياخد الهدوم كلها، هو هياخد طقمه ويمشي. معرفش ده فقر وعنطزة ولا ده جهل وايه بالظبط. صحيح انت تصدق ان في ناس في التعليقات بتقول لي الفقر اللي بيخليه يعمل كده؟ عمر الفقر ما كان مبرر انه يسرق. سحب بنطلون، طب ما تقيسه بالمره، اخلع وقيس البس كده ورينا. وقام واخد بنطلون كمان، خد لك بوكسر، خد خد لك بوكسر او تصدق ده كمان بنطلون. يا واد استنى، مش مش الحرام، خش على اللي بعده. ده بقى ما اعرفش الاثنين اللي بره دول مع بعض ولا لا، مش عارف، اكتبوا لي في التعليقات هل مع بعض ولا لا. حلو، ده واحد مطعم بيعمل سندوتشات، واحد دخل بيشتري قال له اعمل لي سندوتشين او سندوتش، والواد اللي ورا ده دخل ما اعرفش الراجل ده معاه ولا لا، الله اعلم. الواد داخل عينه على الموبايل بتاع الواد اللي شغال ده، عمال يقول له حط لي كتير حط لي كتير، وده بيسهي طبعا اكل عيشه وسايب الموبايل بتاعه على الشاحن او ركنه على جنب بعيد عن البوابه. فده داخل وراه، ايوه زي الحرامي، زي الحرامي مين؟ حرامي. ايوه ناتش الموبايل حطه في جيبه وقف. الراجل لما مشي هو مشي معاه، او قام واخد واحده وقام ماشي. هو ما يعملش كده الا اذا كان الراجل معاه، اصل هياخد من سندوتش الراجل والراجل هيشوفه يسكت، مش ممكن. والراجل كمان ساب السندوتشات ومشي، الله يخرب بيكم. ده واحد دخل محل موبايلات واقف بره، صاحبه مش موجود. معرفش الناس الهبله دي بتسيب محلاتها ازاي يعني، لا مؤاخذه يا جدعان. متوتر بقى متوتر، اخد ايه اخد ايه، ها ها، في حد هيشوفني؟ حد محدش هيشوفك غير ربنا وكاميرا المراقبه. اه في ناس بتقول لي اللي ستر ربنا ما تفضحوش، هو لو ربنا ستره كان وقع في محل فيه كاميرا هوب امدد ايده وسحب علبه ما طلعتش الموبايل. ايوه طلعت موبايل، حلوه كفايه ماشي قبل ما اتفضح. اللي بعده بقى ده مش فيديو سرقه خالص، بس انا يعني فيديو عجبني. صاحب العربيه ده عمل ايه في دنيته عشان ربنا سلط عليه كلب زي كده يقطع له البتاع؟ يعني تحس كده ان الكلب مغلول، انا هقطعك اهو اهو كده وخلاص، استعباط يعني. ما هيش اكل اقول لك، او ما هيش بتتحرك اقول لك بتنرفزه، لا هو معدي يجي على دي قطعها، مش عجباني. صاحبك اكيد عمل حاجه ما تعرفش ايه السر. والكلب التاني واقف ساكت يعني ما بيعملش، لا هو هو ده اللي مأذي، ده اللي بيأذي، تحس كده انه بياخد ايه، انت بتبصلي مش عاجبك الكلام تعال قطعي معايا، تحس كده. انا بحس كده ان ها التاني عمال يقول له انت بتقطعها ليه، هيهب في وشه. اهو شفت، تعرفش حطلوش ميه خبطه قبل كده مش عارف. اه بس يا عم وصلي على رسولك يا إلهي وعترته وصحبه ما ذكرتا.